اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ سمك، ولما نقول سمك يعني هنعمل بطريقه مميزه طبق مكرونه بالجمبري، والجمبري ده جمبري لحم الكميه حسب رغبه افراد الاسره صغير او كبير. ومعانا كمان الفيليه بيكاتا، السمك هنعمله بالليمون، ده طبق مشهور في بعض المطاعم. ازاي نعمل السمك الفيليه بيكاتا بالليمون او بالزبده، حاجه لطيفه وجميله. ولكن خلونا نتكلم عن لما نعمل أكلة سمك. احنا لما بنعمل السمك بنخرج بره الروتين اللي هو مشوي رده، اللي هو مقلي، اللي هو كزبريه، الحاجات الجميله. الاولاد بيحبوا الجمبري ما يحبوش السمك، يا مامي انا مش باكل السمك. فلما نعمل له مكرونه بالجمبري وتاخد جبنه او ما تاخدش، اكيد هي في تفاصيل في الاكله دي هتعجب ولادك. كمان السمك الفيليه لازم يكون خالي من الشوك او الحسك. ازاي نعمله البكاتا بالليمون. اما المفاجاه النهارده بقى معانا اسموز عصير السعاده، عصير الرشاقه اللي هو اسموز الموز بالتمر والعسل. اكيد الموز مش محتاجين نتكلم عنه، غالب البوتاسيوم، التمر قيمه غذائيه عاليه جدا وسعرات حراريه، العسل غني عن التعريف. الثلاثه يجمعهم تلج وحليب ويبقى السموز بتاعنا لطيف وجميل بيناسب كل افراد الاسره الصغير والكبير. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده. اي نعم الماتيريال بسيط وسهل، ولكن الخبره العلميه والطهويه هنا طبعا هيكون لها دور كبير جدا. تعالوا نعمل مع بعض البيكاتا. البيكاتا بالليمون والزبده نعملها مع بعض ازاي؟ مقاديرها على الشاشه. معانا فيليه قشر بياض، حلو. معانا نشا زي الفل، معانا نشا ومعانا حليب ومعانا دقيق في المقادير ومعانا كريمه لباني ومعانا زبده ومعانا مستردة في المقادير. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. في شويه بقدونس نزلوا على المستردة، نشيلها كده عشان تظهر حلوه. حلو الكلام؟ هو ده. تعالوا نشوف الاول، ناخد البكاتا نحضرها. يعني ايه نحضرها يا عم الشيف؟ يعني تتجهز وتتحضر وتاخد الفليفر والطعم علشان لما نحمرها مع بعض ما تلزقش منك في قلب الصينيه، ده مطلوب. هنجيب الصينيه دي كده بنحط فيها شويه مستردة. المستردة هي اساس البيكاتا. مع المستردة دي بنحط عصره ليمون حلوه. اوعى تحطي في التتبيله زيت من فضلك. تعملي بيكاتا ابعدي الزيت خالص عن المقادير بتاعه التتبيله. لو هتشوي السمك الفيليه ده حطي زيت. تاني لو بتشوي السمك الفيليه حطي زيت. هتعمليه بيكاتا وتحمريه في قلب الدقيق والنشا، ممنوع منعا باتا تحطي في التتبيله زيت. هناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده، عصره الليمون دي معايا، شويه الملح، شويه الثوم. هو يا شيف مغازل المطبخ السمك سهل بالدرجه اللي تشتغل بيها دي؟ اه سهل جدا، انا بسهل عليك الموقف. اه شويه فلفل اسود، ومعايا طاسه بتسخن على النار. التتبيله دي مطلوبه، اقلبها. نعم حاضر. عايز اشوف المكرونه، عايز هو المخرج عايز يلف ويلف وعايز يشوف الجمبري وصل لفين في المكرونه. شفت التتبيله بتاعت الفيليه دي؟ التاني عصير ليمون مستردة توم، عصير ليمون مستردة توم، رشه فلفل، رشه ملح. البيكاتا بريئه من الكمون والكزبره، بريئه من الكمون والكزبره اهي. ما يلزمنيش الغطا بعد، ممكن لو انت حابب. اهو شويه زعتر. تعالوا مع بعض ناخد السمك بتاعنا، قشر البياض بسكينه بقى، المستحدي بتاعها عادي رفيع، ده اللي انا بتكلم فيه. نيجي عليها كده على السمكيه تتفتح بالشكل ده كده، حلو، تتفتح قدامك كده ونحطها في التتبيله. نفس القصه، نحطها في التتبيله. نفس القصه، ونحطها في التتبيله.
ده السمك. السمك ده ممكن يكون فيه قشر بياض، ممكن يكون فيه بلطي، ممكن يكون فيه غامور. شوية الفيليه دول ممكن يكفوا العيلة كلها، كمية حسب عدد أفراد الأسرة. وأكلة السمك دي مرة في الأسبوع، مرة كل وقت ما تحبي، حسب الحالة الصحية والحالة المادية عادي، مفيش مشكلة. أهو التتبيلة دي لطيفة وجميلة. مدرسة الأكل السهل البسيط أهو، قلب السمك الفيليه كده في التتبيله الحلوه دي كده، ممكن تعمله وتحطيه في التلاجه عادي. على فكره نفس التتبيله دي تشوي بيها السمك، بس في الحاله دي تحط زيت. عندنا نشا وعندنا دقيق، هنخلط النشا بالدقيق، نغلف السمك بالنشا والدقيق، وفي الاخر يا عم الشيف نشوف عمليه التحمير هتتم ازاي. نعم يا غالي، بيقول لي المكرونه دي ظروف فيا. المكرونه دي مستنياك تخلص الحلقه ناكلها زي ما هي كده. واحنا مع بعض هنجيب بولة تانية او كسرولة تانية. الله اكبر، فيها الدقيق والنشا دول، شوية دقيق مع شوية نشا. طالما حطينا دي ونشا في التوبنج بتاعنا، ونحط شوية توابل صغيرين منها. نعمين، ده موضوع تاني، ده دي يعني مدرسة تانية. دي نقدر نقول في ليه بكاتا أو في ليه مشوي. التوابل دي مظبوط للدقيق، شوية الزعتر الحلوين. عايز تشوف المكرونة؟ تعجن مين يا راجل يا طيب؟ بس دي مدرسة أولى مطبخ، بتهزر انت. اهي يا فندم، اهي اهي اهي. بص تاني، اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض، ده دي مع نشا مع زعتر مع بابريكا. واقلبهم كده. حلوين قوي دول على فكره. اللي باقي من ده شيليه في كيس وحطيه في التلاجه، تستخدميه في حاجات كتير قوي على فكره. معايا الطاسه الجميله بتاعتي، انا شلت طبعا المكرونه من على النار عشان عايز النار، احط النار دي كده انا وابدا اشتغل. زيت كده شويه زبده مع الزيت. خلي بالك اوعى السمك يلزق منك في قلب الطاسه. حلو، تعالوا نشتغل مع بعض بقى ازاي احمر البيكاتا. ودايما بيسالونا على السوشيال ميديا البيكاتا بالسمك او فيليه السمك بيكاتا، نفس الفيليه فراخ للتشيكن بيكاتا، هي نفس الطريقه. واحنا مع بعض كده ناخد كده التقليبه دي كده اهو. بص اهو هنا كده اهو، يلا بينا يلا بينا. اهي تاني اهو، شفت المدرسه دي اهو، يلا بينا اهو. نفس المدرسة يلا بينا نفس الطريقة يلا بينا نفس الطريقة يلا بينا يلا يا فندم أنا معاك أهو. تسمحي لي أحطهم في الحلة ونطلع فاصل؟ نفس الطريقة كده عيني. خلونا طبعا نشوف البيكاتا وهي بتتحمر ازاي، لان مطلوب مني كمان مكان التحمير استخدمه في الصوص بتاعي. هسيب البيكاتا تتحمر ونشوف ازاي نعمل الصوص بتاع البيكاتا مع بعض، زبده وليمون ومستردة، ونطلع فاصل صغير. ولكن شويه البهريز او شويه الصوص بتوع تتبيله البيكاتا دول ما استغناش عنهم، عايزهم انا. اسمحوا لي اطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف المرحله الاخيره من عمل البيكاتا سمك بالكريمه والليمون. اوعى تروحوا بعيد.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض اخبار الفرن ايه. معانا حاجات على البوتاجاز، البكاته بتاعتي بتستوي، شفت الحلاوه؟ بص الشعوة دي كده، الشكل كده، نقلب كده، بص ده قلبها اهي دي وهي في نفسها يا فندم. على على انا فاهمك على طول. في نفس الطاسة في ليل بكات اهو. الله هو زي ما انا شغال كده، هو ده. تمام، على النار زي ما احنا شغالين كده زي الفل. في نفس الطاسة بنكمل موضوع الصوص بتاع البيكاتا. فاكرين الكريمة اللباني بتاعتي؟ معايا كريمة لباني تاني اهي، مع الحليب وشوية النشا، بنزل بوم كده وهي على النار. دي الفيليه بيكاتا، واسيبها بقى تستوي مع الصوص بتاعنا الجميل زي الفل، واغطيها واسيبها، اغطيها وابعد عنها. اعتقد طريقتين النهارده انك تخش المطبخ تعملي سمك بطريقه جديده وسهله، وخاصه البنوته الحلوه اللي بتحب تاكل السمك. عملت فيليه بيكاتا مع حضراتكم، شفناه مع بعض بيستوي دلوقتي في الكريمه اللباني. الكريمه اللباني دي مخلوطه بمعلقه نشا وشويه حليب عشان تديني قوام وحافظي على الجوسي اللي نزل من تحمير الفيليه. شايفه الصوره على الشاشه؟ تعني مليون كلمه على الشاشه. زي الفل، هسيبها تغلي مع نفسها، مفيش اي مشكله عندي، لان التوبنج داخل فيه معلقتين نشا مع معلقتين دي، بيخلي السمك هنا له شخصيه في قلب الصوص بتاعنا. هنغطيها كده. تعالوا مع بعض نشوف البيكاتا اخبارها ايه، نغرفها مع بعض. البيكاتا بتاعتنا بيكاتا زي الفل. الله، الطبق الحلو ده كده، نشيل الخلاط ده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ هو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا، طبق زي ده كده حلو. شفت الفيليه بكده؟ الله، عيني. الف هنا وشفا. بكاتا سمك فيليه، نمسك الطبق كده، هزه هزه هزه، هو ده هو ده. بس خلاص، معانا الليمون. الف هنا وشفا للي ياكل. سكينه صغيره كده. دايما السمك بيحب الجارنش بتاعه او البرزنتيشن يعني بتاعه في ليمون، اي نوع سمك. هنا الليمون بتاعنا بالشكل ده كده، اللي حابب يعصر الليمون زياده ما عندناش مشكله. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، فيها ثقه. انك انت عايزه تعملي مكرونه بالجمبري، شفتي عملناها مع بعض ازاي. اهم حاجه انك انت تحط السوائل تبقى في نسبه وتناسب، عشان المكرونه في الاخر يبقى فيها نسبه الجوس اللي انت عايزاها. وانت بتعملي المكرونه تكوني رسمها في ذهنك، عايزه تعمليها في الفرن. انا عملتها اختيار اخترته حضراتكم ان احنا نعملها على عين البوتاجاز او ندخلها الفرن. عملنا عصير بتاعنا جميل، السموزي بالتمر مع العسل، جميل جدا على فكره. وفي اطفال كتير وانا منهم مش بحب اكل الموز دايما، احب اشربه كعصير. معانا السمك الفيليه القشر البياض، ده قشر بياض على فكره، عملناه بكاتا. ممكن نعمل الفيليه البلطي، بس نختار السمكه اللي هي وزنها 500 جرام فوق، 600 700 مفيش مشكله، بناخد الفيليه بتاعها ونشتغل بنفس المدرسه. بس خلي بالك البلطي فيه شويه حسك زياده، فكوني حريصه في انك تختار تنقي منه الشوك او الحسك بطريقه كويسه. تفاصيل صغيره في اكله سمك النهارده، ما فيهاش تكلفه ولا حاجه، فيها خبره طهويه، فيها وقت قليل جدا في المطبخ، بس عشان احنا هوا فكسرنا من الوقت وقعدنا نتكلم مع بعض شويه. ولكن لو انا مع نفسي دخلت المطبخ اعمل الاكل ده زي ما قلت قبل الهوا بالظبط 10 دقائق، واحطهم على النار واطلع بره اشوف لاي شغلانه ثانيه. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.
بيس.